صباح الفل متابعينا الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. النهاردة جينا الحاج مصطفى وبيعزق الشطة. الله ينور يا حاج مصطفى. مرحبا يا باشا، صلى على الرسول. الله يعينك. هتحط لك مية ولا حاجة يا حاج مصطفى؟ هي دي يعني عمرها 20 يوم ولا كام؟ 25 يوم. يعني الخضار عاوز الميه كتير. علي صوتك شويه يا مصطفى عشان بس ما فيش ميكروفون دلوقتي. لا علي صوتك شويه لما اجيب ميكروفون بس عشان الصوت بيبقى بعيد. الخضار في الحر ده بيحب الميه. بتلفف له بس ما تغرقوش. بتلفف بس الميه في قلبه خلاص. هو بيحب الميه الخضار. شمشهم بس الميه. وانا سمعت الحمد لله ان انت ما بتحطلش اي كمه ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. الصلاة على النبي، رخر الحاجة ما يبقاش الا فيها. شايف الملوخية عاملة ازاي؟ والله. شوية ملوخية عايزين أرانب، صح؟ شوية ملوخية صح، عايزين أرانب. عنده شوية ملوخية بالصلاة على الرسول. يتاكلوا نيين كده. شوف اللي عاوز ملوخية يبعت رقمه على الواتس ونبعتها له. ماشي، أنا تحت أمر المشاهدين كلهم. هما الناس بتعزك بصراحة يا حاج مصطفى، بيحب يشوفوك على طول. ابعتها له على البريد الصوتي. الصلاة على النبي. والمعلم ناصر حلمي بقى لسه نشوفه بقى خلاص. عارف اختفى راح فين؟ انا سمعت انه اشترى ارض في الخطاطبه ولا في الفرافره. في الجبل. اشترى بيقول لك 100 فدان. راح يقعد هناك في الجبل ماشي يقعد هنا خلاص. خلاص بقى انا عاوزين نحاول نعمل معاه لقاء اخير عشان يبقى ايه؟ ننزل اجازه بقى. ماشي بقى له شهر اهو. بقى له شهر هنا. الارض بيقول لك واخدها منزرعه على طول. وعمل بيت هناك ما شاء الله، والعمليه يعني خد العسلوجي معاه. خد العسلوجي كمان. الصلاة على النبي. ربنا وزير الفلاحين. والله احسن له يا عم، يعني السعي على الرز برده مش وحش. اعلى حاجه حاج مصطفى الخيار في الخضره ديك ان هي مش محطوط لها اي كمه ولا اي حاجه. تديك حاجه طبيعيه بالصلاة على النبي، لا مضره ولا فيها حاجات. دي احسن حاجه، بترجعني الايام زمان اجدادنا. اللهم صل على النبي. وهتفتح في الدروه دي امتى؟ النهارده. هي عمر كام يوم الدروه دي يا حاج مصطفى؟ هي عمر الشط. شهر؟ 25 يوم. دي اسمها دروه سكريه؟ اه. دي كويسه للبهايم صح؟ طب وسعر المواشي صحيح اليومين دول في العالي ولا نزلت شويه؟ المواشي بيقول لك نزلت. نزلت شويه؟ بس انا ما رحتش السوق، انا سامع. انا احتمال انزل الاثنين الجاي كده اصور. ربنا ييسر امور. الله يخليك يا باشا، الله يديك الصحه. الناس كلها بتحبك. اصيل يا عم مصطفى اصيل. شفت علم فلسطين وراك هناك؟ علم فلسطين عند اللهم صل على النبي، والله عند اسمه كمال ولا اسمه ايه؟ كمال المأجر مفرغ ده اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه. ده فلسطيني. عرب حجاني على التلفزيون هنا اهو. صور هاني صدق اهو. حجاني عال عال عشان القطر يفرتكك. انا من الناس المحترمه. فاكر انا اسمه والله الفلسطيني من الناس اسمه ده حبيبي بيركب معايا على طول. محترم، انا عارفه. محترم، كان بيركب معايا كذا مره. والله والله في الخير، حاطط علم فلسطين احسن حاجه والناس كلها مبسوطه بيه. ربنا ينصر فلسطين واهلها وشعبها. حلو برضه، محترم. اسمه عبد الله. اسمه عبد الله. عبد الله عبد الله الفلسطيني من احسن الناس. والله انا مبسوط انه عايش هنا. احنا وشعب فلسطين شعب واحد. ربنا يحفظ مصر والدول العربيه كلها.